شفيع هذا القرآن شفيع عند الرحمن شفاء وهدى وأمان ضياء في كل زمان سعيد من عاش هدى ترتيل ضياء رضوان الله يعيد للقلب حياة شفيع. في طريقنا للبحث عن المتميزين من حفظة القرآن الكريم اتجهنا إلى قرية ريفية تسمى شمبار الميمونة، وهي إحدى قرى محافظة الشرقية، لنلتقي بهذا الشاب الصغير الذي حفظ القرآن الكريم كاملا في سن مبكرة برقم الآية والصفحة والجزء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أي حد يتمنى أن ابنه يبقى حافظ للقرآن الكريم، وبصراحة ديت جه بتفكيرنا وبمجهود عمته، لأن عمته كانت قبل ما تتجوز كانت معانا في البيت وكانت حافظة القرآن من وهي بتتعلم، وبعد كده أجازته وابتدت إن هي بقت محفظة في جمعية تنمية المجتمع في القرية هنا. بدأت حفظ القرآن وأنا عندي 4 سنين عند الأبلة أميمة عيسى، وكنت بحفظ كل يوم لوح صفحة وأمي تحفظها لي ومراجعة مثلا ربعين أو 3/4، ودنتني على كده فترة 2 لحد ما أنهيت الحفظ عند الأبلة أميمة. وابتدت إن هي مثلا لما لقته في سن 4 سنين كده ابتدت إن هي تاخده معاها الجمعية كأن هو يتعود على المكان. ففي يوم من الأيام حطته عند في فصل الأستاذة أميمة، فاللوح اللي الطلبة اللي أكبر منه خدوه سنهم 7 سنين و8 سنين هو حفظه وهو قاعد معهم على سبيل إن هي واخداه تعوده على المكان. جه تاني يوم ابتدى إن هو يسمع اللوح اللي زمايله اللي أكبر منه خدوه. بالنسبة للطالب محمد، والده أحضره إليه في المكتب وهو سنه 10 سنوات بعد أن أتم حفظ القرآن الكريم على يد الأخت الفاضلة المعلمة الأستاذة أميمة عيسى، وطبعا عمته الأستاذة منال، أحضروا إلي لكي يتم حفظ القرآن الكريم بتجويده، ثم بعد ذلك يتعلم القراءات. القرآن يعني ساعدني في دراستي كثيرا، يعني في كل المواد اللي أنا بتعلمها القرآن دايما كان له أثر عليا، يعني وكان له أثر إن أنا أبقى مميز في وسط زملاتي إن أنا بحفظ القرآن يعني، وعارف حاجات كتيرة يعني محدش عارفها إلا الحافظ للقرآن يعني، وكان له أثر كبير في دراستي وعلمني الصلاة والصوم وحاجات كتيرة أنا ما كنتش أعرفها قبل كده. على مدار 2 سنين الحمد لله رب العالمين كان خاتم القرآن الكريم بين 6 سنين و7 سنين، بس هو بصراحة كانت رحلته شاقة شوية، يعني كان ممكن يخرج من الساعة 7 يجي الظهر ويخرج العصر تاني يجي المغرب. كنت بروح، كانت عمتي منال كانت محفظة في الجمعية، وكنت بروح معاها ما كانش في يعني ان انا كنت احفظ القران، بس كنت بروح واقعد معاها لحد ما كانت هي محفظه، فانا ابتديت اسمع واحفظ لحد ما خدتني للأبلة أميمة، وبعد كده اتعلمت القران وكنت بروح الجمعيه والأبلة أميمة كانت بتديني القران، وكنت باخد اللوح واجي احفظه واروح اسمعه عليها وتديني المراجعه، وبعد ذلك لحد إلى أن أنهيت القرآن في سن 7 سنين. وبعد ذلك حسيت يعني بفرحة ما كنتش أنا حاسس بها قبل كده. طبعا لما محمد أنا أعرفه وهو صغيرا كان مجتهدا وتفوق في مسابقات عديدة، وصل لمراكز كبيرة ما شاء الله. طبعا سعدت بقدومه، وإن أهله حرصوا على أنه يعلموه القراءات، لأن طالب نبغى زي كده خسارة أنه هو كان يكتفي بحفظ القرآن فحسب. والدتي كانت بتراجع معايا، وعمتي هي اللي كانت بتسمع لي، وعلى طول أنا كنت مع عمتي عشان هي كانت
في الجمعية، وكانت هي صاحبة الأبلة يعني اللي أنا كانت بتحفظني، فهي اللي كانت بتسمع لي وكانت عارفة كل حاجة عني يعني، وكانت بتاخدني معاها وكانت بتحفظني برضو. التعب كله كان لوالدته بصراحة بعد عمته، إن هي كان اللي يجي الصبح بيراجع اللي بياخده وبيروح العصر اللي بياخده من العصر للمغرب، كانت والدته برضو بتراجعه له قبل ما يمشي الصبح، كانت برضو والدته بتراجع له اللي هو هيسمعه تاني يوم يمشي مع عمته جاهز للتسميع على في الجامعية على الأستاذة عمية. كان عندي 4 سنين، وبعد كده كنت صغير يعني، وكان في ناس تانية بتحفظ القرآن، فاني وجدت رغبة يعني ليه أنا ما بقاش زيهم وكده يعني، فبعد كده حفظت وابتديت أحفظ وأخد لوح، وبعد يعني مثلا من آية لآيتين لتلاتة ولحد ما وصلت لصفحة، وبعد كده بقى كنت بحفظ وعمتي كانت بتحفظني. طبعا استقبلته استقبالا خاصا ورحبت بهم، وطبعا شجعته على إكمال التعلم، وأخبرته بأن القرآن لابد أن لا نكتفي به فحسب، بل لابد أن نتعلم كيف نقرأه قراءة صحيحة، وكذلك نتعلم القراءات، لأن الأمة في حاجة إلى شباب يتعلمون كتاب الله ويعلمونه، فقد ندر هذا الجيل. كل الأجيال القادمة كلها لا تنظر إلى التعلم ولا إلى ملازمة العلوم ولا إلى المشايخ، بل كل توجههم نحو التلفونات الحديثة والبرامج السوشيال ميديا وغير ذلك، ويعكفون عن العلم وعن التعلم. كل ما كنت مثلا أخلص صورة أو جزء كنت بشعر بفرحة كبيرة يعني ما كنتش مصدق يعني اللي انا كده يعني. فبعد ما ختمت القرآن ابتديت افكر يعني في علومه وتفسيره والحديث والمتون والقراءات، فبرضه عمتي خدتني للشيخ محمد علي، وهناك بقى حفظت القرآن بالتجويد وتفسيره، وخدت درست متون كتيرة، وابتديت اتعلم القرآن بالقراءات العشر الصغرى، وكنت هبدأ بقى في الكبرى. دوراً ان انا كنت مزلل له اي عقبات بالنسبه لاي اي اي ماديات، كنت دايما مثلا يعني بصراحه هو معاش طفوله يعني من سن 4 سنين لحد سن يعني يمكن لوقتنا هذا، كان 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 مثلا دايما معظم زمايله بيروحوا مدرستهم ودروسهم، وبقيت الوقت في الشارع في النادي في اي مكان بيتقابلوا فيه، هو كان دايما معظم وقته في الجمعية وفي الحفظ، وحتى لما توجهنا للشيخ محمد علي برضو كانت عمته اللي وجهتنا ليه ان هو يحفظ المتون والقراءات والروايات والعلوم والاحاديث اللي هي يعني اللي هي بعد كده ان شاء الله تكون مؤهلة لحاجات تانية باذن الله. وما شاء الله يعني استجاب، وغير اقرانه جلس واستمع وتعلم، بخلاف الشباب في سنه كل واحد فيهم بيتجه نحو أمور الدنيا وغير ذلك، لكن هو جلس واستمع وانتبه، وما شاء الله أتم علي رواية حفص عن عاصم. بدأت من جزء عامة، لما خلصت جزء عامة يعني وكنت على طول بسمعه، كنت قلت ازاي يعني، وبعد كده دخلت على اللي بعده لحد ما ابتديت أخلصه برضه، وكنت على طول براجع، وكنت حاسس بفرحة كبيرة يعني أنني كنت كده. كان الشيخ محمد يعني ضغط له الـ 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 القراءات والعلوم اللي هو بيدرسها له، إن يعني حتى أنا كنت في يوم بكلم الشيخ محمد بقول له يا شيخ محمد كان في الوقت دوت مثلا كان في 6 ابتدائي لسه، فبقول له يا شيخ محمد يعني الولد صغير وهيبقى ده ضغط عليه يعني ضغوط عليه جامدة، انه عيل مثلا او طفل يبقى مثلا في 6 ابتدائي بيحفظ قرآن وقراءات ومتون، يعني انا بصراحة بقى يصعب عليا مثلا وهو مثلا ماسك متن فيه 1000 بيت او 2000 بيت، يعني انا ممكن ما اعرفش احفظهم يعني بتوفيق من ربنا ليه انه هو حفظهم. فالشيخ محمد علي كانت نصيحته ليا في الوقت دوت ان احنا طول ما هو صغير هنعرف ان احنا نسيطر عليه، ان هو لكن لما يكبر احنا مش دماغه هتكبر احنا مش هنعرف نسيطر عليه، بالنسبه للنوادي، بالنسبه ان هو يخرج مع زمايله، ان هو هيتجه ان هو عايز يخرج عايز يلبس، فهو قال لي احنا نمسكه في البدايه. فبرضه من
من من من النصيحه اللي انا خدتها ان الشيخ محمد قال لي ان سيطر عليه وهو صغير شويه، فدي كانت برضو من الدوافع اللي هي وصلته ان هو ربنا يكرمنا فيه، والحمد لله رب العالمين. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شفيع 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 شفيع. لقاء متكرر يجمع الشيخ محمد مع تلميذه يستعرضان فيه قدرات محمد وإمكانياته التي حباه الله بها في حفظ القرآن الكريم وعلومه التي يتفوق فيها. طبعا محمد كيف الحال؟ اولا ربنا ينفع بك حبيبي، وان شاء الله تكون يعني قدوه لاصدقائك ولزملائك، وتكون مثل مشرف لنا. الناس يعني بتستمع لنا وعاوزين يعرفوا يعني ايه قراءات. انت عاوزينك تجمع لنا ايه بالقراءات العشر من أجل إيه؟ أن يتعلم الناس، وتشرح لهم يعني إيه في القراءات العشر، فيه هنا إيه وفيه هنا إيه، وإيه أوجه الخلاف بين القراء في الآية ديت. فشوف لنا آية كده واجمعها لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أحسنت، هتقرأ الآية دي تمام؟ طيب وضح للجمهور إيه اللي فيها من القراءات. فيها أولا ويا قوم مالي، إدغام إدغام كبير للسوسي عن أبي عمرو البصري، وفيها فتح الياء لأهل سما وهشام مالي سما لوى، وفيها مد منفصل، وفيها صلة ميم الجمع لقالون قولا لقالون بالخلاف، ولابن كثير وأبو جعفر قولا واحدا. بس مفيش حاجة، مفيش في الختام إيه؟ آخر الكلمة فيها إمالة وتقليل لفظ النار، فيها الإمالة للبصري وللدوري عن الكسائي وللتقليل لورش. ودليلك؟ وفي ألفة قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا، فأشار بالتاء لدور الكسائي وبالحق لأبي عمرو البصري، ودليل ورش، ورش جميع الباب كان مقللة فاشتمل هذا على جميع الباب. أحسنت. طيب اقرأ بقى وعرف لنا أنت قرأت المين والمين. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، أقلون وتدعونني إلى النار. أبو عمرو على القصر، دور يا أبو عمرو على القصر. على القصر. اقرأ على القصر. وتدعونني إلى النار، دور يا أبو عمرو على القصر. وتدعونني إلى النار، دور يا أبو عمرو على القصر. أحسنت. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، قالون الصدق. أحسنت. هو إحساس ما يتوصفش، يعني فرحة، مستقبل كويس. مش شرط يكون المستقبل مثلا، مش شرط يكون المستقبل ماديات. انا ممكن اكون مثلا ان انا ما اتعلمتش تعليم عالي او ما وصلتش لمرحله عاليه في التعليم، بس انا بحب العلم، يعني العلم بجميع انواعه، العلم بالقران، العلم بالحديث، العلم يعني العلم بجميع انواعه انا بحبه. لا شك ان علم القراءات والمتون الخاصة بتاعت القراءات متون يعني فيها ألفاظ جزيلة ومعاني عظيمة، لكن ألفاظها صعبة بالنسبة إحنا لنا. الألفاظ اللي وردت في المتن صعبة جدا، تكاد إن أنت لو سمعت الألفاظ المتن مش هتبقى فاهمة، تحس إن هو بيتكلم بالإنجليزي مش بيتكلم بالعربية. ابتديت بقى أدرس المتون، درست متن الشاطبية، هو كان 1173 بيت، يعني
كنت بواجه بعض الصعوبات في حفظه، يعني لما فيه من الأبيات من صعوبة، يعني كانت صعوبة كبيرة، وبعد كده متن الضرة، وبعد كده بقى متن الطيبة اللي هو ألف بيت. فبدأوا هم يسيبوا له الطريق لوحده، يقولوا احنا هنسمع لك قرآن وفقط، اما بقى حفظ متون وكلام اللي زي كده خرج عن ارادتنا، وما عادش عندنا المقدره ان احنا نساعدك في الباب دوت. فبدا ان الكتاب يكون هو المحفظ وفي نفس الوقت الاب والام. كانت فرحه كبيره يعني بالنسبه لي، يعني كنت لما كنت بختم جزء كان دي بالنسبه لي حاجه كبيره يعني. بصراحه كانت يعني فرحه ما تتوصفش لينا، والوالدته والجدته والعمته بالاخص. اه كنت حاسس في الوقت ده ان يعني انا شايفهم هم دلوقتي وهم شايفيني، هم يعني كانوا بيندموا ان هم كانوا بيلعبوا، ومع ذلك انا كنت بروح وبحفظ يعني، ففي فرق كبير بالنسبه بيني وبينهم يعني. الحمد لله احنا يعني من علمنا ومن ديننا ان اللي عنده طفل او عنده حد في بيته حافظ القران طبعا بيقودوا المراحل عند ربنا، يعني احنا على ما حسب ما تعلمناها ان هي الجنه. طيب احنا عاوزين نضرب مثال للناس كده بانك ايه بتعرف رقم الايه ورقم الايه الصفحه وكده يعني. فهنقول لك مثلا قول بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. دي الايه رقم 9 في الصفحه رقم 283 اسم السورة، سورة الإسراء في الجزء 15. طيب ممكن تقرأ لنا الآية ديت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أحسنت يا شيخ محمد، ما شاء الله. الآية رقم 9 في سورة الإسراء في الجزء 15 كما قرأها ابننا الطالب محمد. القرآن موجود في البيت ده حاجة فيها بركة ويسر، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا يعني عمرنا ما قابلتنا يعني ببركة ربنا، عمرنا يعني ما قابلني أي مشكلة، ما فيش مشكلة عندي ما لهاش حل. الحمد لله رب العالمين دايما ميسورين، الحمد لله رب العالمين دايما عايشين كويس، الحمد لله رب العالمين عايشين الحمد لله في مستوى كويس، وبحاول برضو بقدر الإمكان إن أنا عايشهم برضو في مستوى كويس. ده كله بالبركة، برغم إن يعني الدنيا محدودة، أنا موظف والدخل محدود، والحمد لله رب العالمين أنا ما عنديش أي مشاكل يعني. ده برضا ربنا وتوفيق ربنا وبركة القرآن في البيت طبعا. يعني ابتديت حفظ متن الشاطبية وخدت مني فترة ما بين 5 أشهر ل8 أشهر، وهي كانت 1173 بيت. ومن النماذج الصعبة اللي واجهتني فيها يعني اللي هي نعم إذ تمشت زينب صار دلوها سمية جمال وصلا من توصلا، فإظهرها أجر ودوام ناسمها وأظهر رأي قولها واصف جلا. ده ثروتي، هي دي الثروة، الرضا إن ربنا رضى عليا. معنى إنه طفل في سن 4 سنين يبتدي إن هو يحفظ القرآن ويختمه قبل 7 سنين، ده في حد ذاته رضا من ربنا عليا. من أمثلة برضو المتون الصعبة اللي أنا كنت بحفظها متن الضرة، يعني فيها يعني من النماذج اللي فيها برضو كي يتقهي وامدد جد وسكن به ويرضه جاء وكسر الحمى الإشباع بالجلة. طاقة إيجابية، ابني حافظ للقرآن، وده يعني في دماغي إن هو إن شاء الله هيبقى مؤهل لحاجات كتير بعد كده كويسة، وفي مستقبل قدامه إن شاء الله كويس جدا يعني. فبالتالي طاقة كده غريبة. القرآن أثر عليا يعني حاجة كبيرة يعني. فكنت ماشي في يوم من الأيام وماشي في الشارع وقابلت 2 يعني، واحد كان بيشتم التاني بلقب ما بيحبوش، فافتكرت آية ولا تنابزوا بالألقاب، وبعد كده نصحته إن هو ما يعملش كده عشان كده غلط يعني. نفسي ربنا يكتب لهم الخير أيا كان في أي مكان يعني، ربنا يكتب لمحمد الخير. وعمر أخوه الحمد لله رب العالمين برضو ختم للقرآن على إيد الأستاذة شيماء،
وهو في المراجعات دلوقتي، وانا انا انا نفسي من ربنا اني يكتب لهم الخير. يعني بعد ما خلصت بقى القران نفسي في، يعني انا دلوقتي في اولى ثانوي، نفسي يعني ابقى دكتور ومحافظ للقران في نفس الوقت، ونفسي برضو اساعد امي وابويا في الدنيا وفي الاخره برضو. انا اطمع بعون الله ان هو بعد ما يخلص القراءات العشر الصغرى يكمل القراءات العشر الكبرى دي من ناحيه القران، ويكون معلما. يعني طموحي ان هو يجلس ويعلم الناس القران والقراءات، وكذلك ربنا يوفقه برضه في دراسته، ويكون ويحزو حزو اصدقائه في انه القران يكون معله، ويكون ان شاء الله في مركز عالي في شهاده الثانويه الازهريه، ويكون ما شاء الله من الاوائل على الجمهوريه، ويدخل كليه تليق بكرمه وبادبه وبعلمه وبمكانته، مكانه حافظ للقران الكريم. الحمد لله رب العالمين. يعني اهو احنا عارفين ان القران بياتي شفيعا لاصحابه، واحنا نتمنى من ربنا ان هو يكون راضي عننا وعن محمد وعن عمر وعن والدته وعن كل من ساهم في ان محمد يبقى حافظ للقران الكريم، من اساتذته، من والدته، من عمته، من كل الاقارب. يعني احنا نتمنى من ربنا رضا علينا. بس بعد ما خلصت القرآن ووجدت إنه هو سهل، يعني أحب إن زمايلي وصحابي وكلهم يبقوا زيي ويبقوا حافظين القرآن والقراءات والمتون وعارفين علومه وتفسيره وحديثه. يعني عايزين نخلي مثلا إن الدافع الأساسي إن الطفل يعرف علوم دينه، ويعرف يعني إيه قرآن كريم بأحاسيسه، يعني نقرأ القرآن أو نحفظ القرآن مثلا بالاحاسيس، بالمشاعر، مش ان انا اسرد قران وخلاص. وده في الاخر برضو بيبقى عامل على المحافظ ان هو بيوصله لمرحله ان انا مش بقرا وخلاص او بحفظ وخلاص، لا انا بحفظ دي كذا ودي معناها كذا، الصوره دي معناها كذا كده. يعني اقول للناس يعني علموا اولادكم القران. تركنا الشيخ محمد وكلنا امل أن نرى محمداً في كل بيت من بيوتنا. شفيع هذا القرآن، شفيع عند الرحمن، شفاء وهدى وأمان، ضياء في كل زمان، سعيد من عاش هدى، يريد ترتيل ضياء، يريد رضوان الله، يعيد للقلب حياة. شفيع شفيع.